نهاية مأساوية وحزينة لرحلة قامت بها ثلاث فتيات لشاطئ الغابة الدبلوماسية بمدينة طنجة عشية اليوم الثلاثاء، وكلهن حماس من أجل قضاء يوم استجمام سعيد، خاصة مع الحرارة المفرطة التي تشهدها جل مناطق المملكة. لكن كل شيء تغير في لحظة، حيث قالت مصادر لجريدة أنا الخبر الإلكترونية إن الفتيات الثلاث تعرضن للغرق بطريقة مأساوية ولا تصدق. إذا لقيت إحداهن حدفها في الحين غرق في حين تم إنقاذ صديقاتها بصعوبة بالغة. وأضافت ذات المصادر أن الشابات الثلاث كانوا يسبحون في واد قرب قريب من شاطئ الغابة الدبلوماسية قبل أن يقع ما وقع، حيث تم إنقاذ اثنتان منهن، فيما تم انتشال جثة الثالثة والتي تبلغ من العمر 30 سنة، والتي تم نقل جثتها لمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة.